فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الولد أحد والديه يقول، فهل يقتص من الولد أم أنه يقال بعدمه لأنه يرث بعض القصاص؟ نعم، يقول إذا قتل الولد أحد والديه فهل يقتص منه أم أنه يقال بأنه لا يقتص لأنه ورث بعض القصاص؟ هداك الله، هل القاتل يرث؟ قاتل ما له ميراث، ليس له ميراث. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.